مرحبا حبايبي والله يعطيكم ألف عافية. اليوم حلقتنا راح تكون عن كيف أنا ممكن أكون كلب شخصيته قوية، ممتاز جدا بالحراسة وبنفس الوقت مو شرس. خليكم معنا. بلش بأول نقطة واللي هي الضرب، التخويف. هذا كله بيعمل شخصية مهزوزة للكلب. صحيح احنا ممكن نشوف كلب كتير تعرض لضرب وتخويف فصار شرس على اي اشي، هذا الشراسة هاي مش شجاعة، هاي الشراسة خوف من كل اشي. عشان هيك الكلب بلجأ للعض لانه اخر خيار عنده، شو بده يعمل اكتر من هيك من قد ما هو خايف. وهذا طبعا في بناء الكلب كتير خاطئ، لانه لا سمح الله ممكن يضرني انا، يضر حدا من اولادي او اخواني او الجيران. نيجي للنقطة الثانية، النقطة الثانية اللي هي التشجيع. ما بتتخيلوا التشجيع قديش بيأثر في الكلاب وبيفيدهم وبيزيد من رغبتهم بتنفيذ الإشي. يعني أنا يوم ما أجي أحكي لكلبي ست، لازم بعد ما أحكي له ست على طول أشجعه جود بوي، مش بس أعطيه تريتس. هذا الإشي كتير 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 بيخلي الكلاب تتشجع. وللعلم الكلب ممكن يطيعك إذا أنت ماسك تريتس إذا جاي عباله، أما إذا كنت عامل بوند كويس بينك وبينه ومعلمه على التشجيع رح يرد عليك بوجود التريتس أو عدم. هلا نيجي للنقطة الثالثة واللي هي التدريب. شو فائدة التدريب لبناء الكلب يا أحمد؟ وأنا عم بدربه بس، طبعاً أنت ما عم بتدربه بس، أنت عم تبني بشخصية الكلب، كيف يتعامل معك وبنفس الوقت كيف يتعامل مع الناس خلال التدريب. كيف يعني؟ يعني أنا لازم أبلش بتدريب كلبي في مكان ما فيه كتير ناس عشان أقلل الشغلات اللي ممكن تلهيه. بصير أعطيه أوامر، هذا الإشي عم بزيد ثقة الكلب بنفسه. ليه؟ لأني أنا عم بعطيه أوامر، عم بعمله، عم بعطيه جود بوي. هذا التشجيع كله بعطي للكلب حافز كتير عالي ينفذ الأوامر، وبنفس الوقت ما بضطر أستعمل أسلوب ممكن يضاعف شخصيته أو يخليه يخاف وأضر شخصية الكلب لقدام. فدائما أكون عارف شو التأثير اللي إشي اللي أنا عم بعمله في الوقت الحالي هذا على كلبي بكرة. النقطة الرابعة بتحكي انه انا لازم اعرف كلبي على كتير كلاب حتى وهو صغير وبعد ما يكبر. ليش؟ كلاب اذا الاشي ما بتعرفه بتخاف منه، واذا انت كلبك ما كان مرتاح حوالين كلاب تاني كتير رح يغلبك بمشاويرك او اذا طالع او رايح عند حدا عنده كلب. بالتالي انا شو لازم اعمل؟ مالك يا روحي؟ بالتالي انا شو لازم اعمل؟ لازم اضلني اعرض كلبي لكلاب تانية، اخليه اشوف وضعه، اشوف كيف عم بتصرف مع الكلاب الثانيه، واقوي شخصيته مع الكلاب الثانيه كمان، يصير منفتح مستقبل لهي الكلاب، ولكن مش بخوف، بالعكس زي ما نحكي انبساط، فرحه، ثقه بالنفس عاليه. هذا الاشي كله راح يريحني بمشاويري، وبنفس الوقت عم ببني شخصيه للكلب كتير قويه واساسيه. وصلنا للنقطة الخامسة واللي هي انك تضلك تعرف كلبك على بشر. طبعا كلبي اذا عرف كتير بشر رح يبطل شرس. احنا ما بدنا نوصل للكلب بموضوع الشراسة، الشراسة غلط. احنا بدنا الكلب يحرس. شو يعني؟ يعني انا بدي كلبي يكون عم بيعرف يقرأ المواقف اللي عم بتصير. اذا هذا الموقف ايجابي لازم اضلني هادي، او سلبي لازم ادافع عن صاحبي. هنا انا عم بعلم كلبي الحراسة. الشراسة هي بناء كلبي شخصية خطأ. كلب بخاف كتير، لما يشوف بشر بصير يخاف. فشو لازم اعمل انا؟ لازم اضلني اعرضه للبشر عشان اخليه ما يخاف البشر. يوم ما اعلمه يحرس راح يكون ما عنده خوف من البشر. فتخيل قديش راح يعطيك بوتنشلز، راح يعطيك طاقة في التدريب، لانه هذا الاشي مو بخوفه. ومع الوقت بتصير طبعا انت تعرضه لمواقف اشد لحد ما يوصل معك للمرحلة اللي انت بدك اياها. هلا
انا خلصت بناء من كلبي، بنيت شخصيه جدا قويه، جهزته كاملا لانه يكون كلب حراسي، بس لسه ما بلشت معه. طيب شو الحل يا احمد؟ ببساطه جود بوي، جود بوي، جود بوي. ببساطه الموضوع كالاتي: لازم تستنى كلبك يصير عمره فوق السنة وشهرين أو أكثر حسب سلالة الكلب، لأنه الكلاب مو زي البني أدمين. الكلاب عظامها بيكون في بينها فراغات لحد ما تبلغ سنة وشهرين أقل إشي، عظامها بتسكر على بعض. هون بقدر أبلش بشغلات ممكن تجهد الكلب. طيب قبلها أنا لازم أكون مبلش مع كلبي طاعة، وهيك أنا جهزت كلب حراسي كامل مدرب طاعة، شخصيته جدا قوية ومبنية بشكل مناسب. هون ببلش بداية تدريبات الحراسة والثقة بالنفس. إن شاء الله قريبا جدا راح تكون نازلة على اليوتيوب. من أهم الشغلات اللي لازم تعرفها وأنت بتتعامل مع كلبك هي إنك توحد نبرات صوتك وردات فعلك على الشغلات اللي بيعملها الكلب. كيف يعني؟ يعني لازم الكلب يكون في طريقة واحدة بتحكي فيها النو، عشان الكلب يكون عارف إنه في إشي غلط. نو زي هيك لازم أضلني ملتزم فيها. لما أجي أشجع الكلب جود بوي، يس جود بوي، النبرات لازم تختلف تماما، وأستعمل نفس النبرات بالضبط، عشان الكلب دائما لما بدي أحسسه أنه هو بمكانه الصح بعطيه نبرة التشجيع، هو بمكانه الغلط بعطيه نو. سي الكلب فهم أنه عمل إشي غلط، لف علي شو عملت أنا. لما أنت توحد نبرات صوتك رح تكسب كتير، لأنه الكلب خلص بصير يفهم هذا الصح هذا الغلط. ما في كتير أوامر سوري ما في كتير ردات فعل الكلب مش عارف يميز بينهم، إنه هذا الإشي بيعملوه مع الأسف أغلب المربيين. فلازم دائما نتجنب التعامل بهاي الطريقة مع الكلب. خلينا وحد نبرات صوتك، انبساطك وحده، زعلك وحده، عشان الكلب يقدر يميزه، لأنه هم مو زينا، بيقدروا عقلهم بيستوعب كتير بيستقبل كتير، لا عقلهم شوي أقل منا. فوحد نبرات صوتك عشان أنت تساعد كلبك إنه يفهم، وبنفس الوقت تريح حالك. طيب حبايبي، احنا هيك وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. اتمنى انه استمتعنا واستفدنا مع بعض. ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب حبايبي. مع السلامة. كيف ابو حميد؟ عاجبك انا؟ اهم شيء قول لي عاجبك. ممتاز جدا 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 للعائلة. حلوة؟ 2-1 2-1 2. شكرا لكم لانكم بتتعبونا حبايبي. تعبونا. تعال ولا تعال. في حلقة احنا عملناها كاملة عن طريق تعريف الطول والحبل على الجراء والكلاب الصغيرة. حلو احمد؟ اه جنن زيك.